طيب النقطة الثانية إخواني نتكلم فيها اللي هي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. شفنا بهاي المرة إخواني رؤى، وقلنا إنه حزب الشيطان يعتقد إنه التابوت مخفى أو مخفي في منطقة سيناء، هيك يعتقد. قلنا إنه هذا ليس بكلام سنة، إنه مش مضبوط هذا، ولكن يعني لا زال حزب الشيطان يعتقد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلم مكان التابوت، ويعتقد أنه في أوراق كتبوها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنها موجودة فين؟ في قبر الرسول نفسه. عشان هيك حزب الشيطان حاليا، هذا بحسب الرؤى، يتوجه بكل طريقة ممكنة لنبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وشو الهدف منه؟ انه يتحقق هل في شيء مدفون او مخفي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا. وقلنا يا اخواني في رؤية سابقة انه شفنا انه في انفاق يتم حفرها من فين؟ من تحت الكعبة، وانفاق اخرى يتم حفرها من فين؟ من تحت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام او المسجد النبوي. عشان هيك مننبه كمان مرة انه حزب الشيطان يبحث عن وسائل دنيوية يعتقد انها خوارق. فين يبحث عنها؟ يبحث عنها كما قلنا منطقتين بتهمنا احنا، اللي هم تحت الكعبة وتحت المسجد النبوي. وهون بنقول لا، المسؤولين عن الحرمين انه لازم تاخذوا احتياطاتكم وتنتبهوا وتشددوا الحراسة اكثر واكثر. هذا مفهوم يعني، هذا له زمان يعني. احنا بنعرف لحد هلا صار في تقريبا 54 نفق تحت الاقصى، مش نفق واحد، نفس المبدا. اي نعم، 54 نفق. يعني هذه افكارهم موجوده، وفي عالم مكتمل تحت الاقصى، وفي غرف بيسووا فيها طقوس موجوده، وبيسووا فيها اجتماعات، وبيجيبوا عليها رؤساء الملوك من كل العالم وبيحتفلوا تحت الاقصى. هذا معروف، ولكن هلا نتكلم انه الشغله بتمتد لفين؟ بتمتد للحرمين، لا مكه ولا المدينه. عشان هيك الوجب التنبيه. كمان اخواني كمان رؤيا يعني وتكررت، يعني تكلمنا فيها في المره السابقه وايضا تكررت كمان مره بالامس، انه يتم التحضير لضربات كيماويه اخرى في منطقه سوريا. يعني الضربه الكيماويه اللي شفناها على خان شيخون قد تتكرر، واحنا بنذكرها. ليش بنذكرها؟ بنذكرها في امل انها ما تحدث. يعني نذكر هذا الامر وبنقول انه صار مكشوف انه حزب الشيطان وعلى راس امريكا والبابا، ويساعدهم ايران، ويساعدهم مجموعه من زعماء العالم العربي والاسلامي، هم مع بعضهم متوافقين ومتفقين على ايش؟ على كل ما سيجري، ومن ضمنها هاي الضربه. عشان هيك لما تصير هاي الضربه كمان مره صار معروف مين اللي مسويها. مهما حكيتوا ومهما قلتوا يعني ما راح احنا نقنع بعكس الاشي اللي عمله بيجي برؤية. نتامل انه كلامنا هذا شو يسوي؟ انه يقول لك وقف هذا المخطط، ما فيه له داعي، لانه صارت الشغله مفهومه ومكشوفه. وهذا املنا ان شاء الله. كمان شغلة إخواني، يعني الخطة اللي موجودة من خلال الرؤى حاليا اللي هي فتح جبهة صراع جديدة في منطقة لبنان. يعني احنا بنعرف حاليا بلاد الشام كلها يعني صارت مقسمة، فلسطين الأرض التاريخية معروفة تحت احتلال، الأردن مسلم كما قلنا عنده راية حمراء، في عنا بلاد الشام الكرب كله. عشان هيك صار في اعتقاد خبيث عند الشيطان انه الهدوء اللي موجود في لبنان قد يكون ملاذ لمين؟ لاشخاص تفر من مناطق لمناطق وتسوي جبهات مستقبلية. عشان هيك ستقوم بايش؟ بفتح جبهة حرب جديدة في داخل لبنان لادخالها في الصراع نفسه. ودائما بنقول والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا بالنسبة للبنان. كمان شغلة إخواني بالنسبة لسيناء، تكلمنا إنه سيناء حاليا يعني في الرؤى السابقة اللي تكلمنا فيها إنه سيتم البحث وتجنيد أشخاص في منطقة سوريا وتهجير أشخاص آخرين، والمقصد إنه تفريغ قدر الإمكان منطقة سيناء، منطقة سيناء لعملية أو لتسهيل عملية البحث عن إيش؟ عن تابوت السكينة. ولكن الجديد أو الجد إنه ستتم عملية تفجيرات وإزالة جبال، الجبال أو كثبان رملية إزالتها بالكامل من منطقة سيناء. هذه كمان شغل، كمان شغل إخواني يعني نبه عليها، إنه في رؤية قلنا إنه هي رؤية شوي غريبة، ولكن هي رؤية ومن واجبنا إنه إحنا نحدث فيها كونها رؤية. ويعني زي ما حكينا الرؤية قد تصيب وقد تخطئ ولا يترتب عليها أحكام شرعية، ولكن الرؤية تقول إنه السيس اللي إحنا بنعرفه تم اغتياله على الحقيقة، وتم وضع شخصية شبيهة إله، يعني اللي موجود حاليا على الساحة ليس هو السيسي الحقيقي ولكن شخص يشبهه. ليش؟ هلا في الرؤية اللي تم أو اللي بين في الرؤية إنه السيسي تم الاتفاق معه سلفا قبل ما هو يرفع للسلطة، إنه إحنا بنرفعك للسلطة بالشرط إنك أنت تنفذ أوامرنا، هذا الاتفاق. والشرط الجزائي اللي موجود كان إذا أنت ما نفذتش أوامرنا نغتالك، يعني هو شو دخل زي ما بنقولوه بنقولوها المصاوي في المثل، دخل على نور، لأنه إحنا بنحكي على إيش، على شر، فعليا دخل على شر، يعني دخل هو عارف إنه لازم ينفذ مخططاتهم وعارف الثمن لازم يدفعه إنه إذا ما نفذ مخططاتهم راح يتم اغتياله. فلما استحق الأمر وضعوا قدامه الخطة لازم ينفذ عليها، وشافها ندم، سوى ندم والتراجع وقال أنا ما بدي أمضي، وكان الثمن شو هو؟ إن هم يغتالوه. وكان الشامي أصلا من البداية جاهز إنهم هم نقوا السيسي، نقوه لأنه في واحد قادرين يسووا واحد شبيه فيه، يعني ما نقوا أي شخصية، نقوا من الابتداء شخصية لها بديل، فكان البديل جاهز. واللي تم يعني في الرؤية يعني مع انه احنا ما سألناش، ولكن الرؤية نفسها كانت بتجاوب على أسئلة، يعني من الرؤية انه اهله نفسهم، نفس اهل السيسي زوجته واهله اللي معروفين، يتم وضع شيء في طعامهم وشرابهم يدخلهم في حالة عدم توازن، بحيث انه هاي الشخصية، الشخصية الجديدة اللي هي الشبيهة، مش قادرين يقرروا انه هذا هو ولا مش هو، فبدخلوهم بحالة من عدم التمييز، انه ها في عندهم قدرة انهم يميزوا انه هذا هو، يعني هو فعليا مش جنى على نفسه، جنى على عيلته كلها، وانه عيلته كلها يتم محاربتها حاليا بهذه الأدوية اللي احنا بنحكي عنها. هذه كمان رؤية، وزي ما حكينا اخوان هذه رؤية يعني قد تصيب وقد تخطئ، ولكن احنا شفنا في السلسلة اللي هتكلمنا عليها كل الرؤى كانت تحدث على الحقيقة. طيب هذه كمان نقطة، نقطة أخرى تتكلم عن المسجد الأقصى، وتتكلم أنه سيتم زيادة عدد الزوار، احنا بنسميهم زوار، هو كيف هم بسموهم زوار، احنا ما بدنا نغير الكلمة مع أنهم مفهوم إيش أنا مقصدي بكلمة الزوار. يعني راح يتم زيادة عدد الزوار اللي بيزور المسجد الأقصى في الفترة الصباحية بكميات أكبر بكثير من الكميات اللي احنا بنشوفها حاليا خلال الفترة القليلة القادمة. هذا بالنسبة للمسجد الأقصى، ما في داعي أن أفصل أكثر لأن التفصيل أكثر هون يعني قد يأتي الموضوع. طيب كمان شغلة إخواني، كمان شغلة بالنسبة للهيكل، الهيكل إخواني كأنه الله أعلم أنه تم بناء هيكل صغير
مسميه مش الهيكل الكبير اللي هم متعودين عليه او اللي هم بنوه، لا صار في كمان فكره لهيكل صغير، هيكل ماله صغير، نسخه مصغره من الهيكل يمكن حملها وادخالها وتركيبها بشكل سريع. لايش؟ للطوارئ، في حاله الطوارئ، وهذا الهيكل جاهز للقيام بالطقوس. قلنا الطقوس في دروسنا السابقة يجب أن يرافقها بقرة حمراء، وقلنا أنه من الرؤى أن البقرة الحمراء فعليا تم إيجادها، والله أعلم، إما أنهم وجدوها في منطقة تركيا أو في منطقة المكسيك، لا نعلم على الحقيقة، ولكن الرؤى تقول أنه تم إيجادها. يعني مرة شفنا أنه في تركيا، مرة شفنا أنه في المكسيك، يمكن لقوا بقرتين وبعدين إيش يعني فاضلوا، أو أنهم اختاروا واحدة من البقرتين، نقول الله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن الطقوس، يعني خلينا نقول البقرة موجودة، الهيكل المصغر موجود، والطقوس جاهزة للنقاد. وهون إخواني بالمناسبة، لأي واحد بدخل على جوجل مابس، تعرفوها جوجل مابس زي جوجل إيرث، بس في جوجل مابس، في جوجل مابس لما تدخل عليها تقدر تحط اسم منطقة، اكتب كلمة جيروسلم، ولما توصل لكلمة جيروسلم ادخل للمنطقة تبعت المسجد الأقصى. احنا بنعرف قبة السلسلة اللي موجودة جنب قبة الأقصى، خذ قبة الصخرة وجنبها قبة السلسلة، في على سواهم البائكة، شوف الساحة اللي موجودة في النص. في جوجل مابس بتلاقي فيه نقطة انك انت تشوف فيلم او منظر، منظر كان نقول تقدر تلفه 360 درجة عن طريق البليفون أو عن طريق الكمبيوتر تشوف الموجود. إذا أنت ضربت على هاي النقطة بتعرف شو راح يبين لكم؟ الهيكل تبع اليوم. يعني داخل جوجل مابس شو موجود؟ موجود الهيكل، وهذا تم إدخاله في 1/2/2017. هلا لو سألنا ليش تم إدخال الهيكل في جوجل مابس 1/2/2017؟ لأنه يظهر والله أعلم إنه الخطة كانت الخطة إنه يكون فعلياً الهيكل مبني في 1/2/2017. إحنا موجودين قديش تاريخ اليوم؟ إحنا شهر 4 8 4 8 4 من 1/2 ل 8 4 يعني في تقريباً شهرين وشوي. هذا بيعني انه مخططهم شو ماله عماله بتاخر، والحمد لله والحمد لله. بس يعني كل واحد بيقدر انه هو يدخل ويشوفها، واللي ما قدرش انه يشوفها لانه مش بالساهل، يعني اللي عارف ايش اللي بده يسويه بيقدر يشوفها، اللي مش قادر انه يوصل بيقدر يطلب مني ببعث له يعني الفيلم الفيديو اللي بفرشيك كيف انه الهيكل موجود عندهم على جوجل مابس. فجوجل مابس صار موجود عندها ومبني عندها في جوجل مابس الهيكل، والأصل إنه جوجل مابس ما تسمح لهذا الإشي إلا لما يكون على الواقع، بس هم كأنهم بيستبقوا الأحداث عمالهم بيسرعوا أو بيسارعوا في الأحداث. شايف بعد إذنك، في طبيعة عمل نقاش أنا وراه وقرأت في التناخ إنه بيت الهيكل ما بيتم بناؤه، بينزل من السماء مبني وجاهز، هم عليهم هالحجر ووضع حجر الأساس، والمبنى بينزل من السماء مبني وجاهز. فعلقت على الموضوع اللي نزل النور في 2009 وال 2019 في قبة الصخرة 2013 وال 2009. فإذا في إمكانية تمنى درس هذا الموضوع وطحنا الأمور هذه أكثر، يعني جزاك الله كل خير إن شاء الله. طيب حكينا بالنسبة لجوجل مابس، وكمان إخواني كمان من الرؤى أنه حاليا بطريقة ما أنه الحاخامات تبعون حزب الشيطان تقوم بعقد تحالفات مع العالم السفلي. تذكروا الوضع اللي كان زمان سيدنا سليمان، كيف كان في تحالفات بين الإنس والشياطين؟ حاليا شمالهم رجعوا لهذا الوضع، يعني بني إسرائيل رجعت للوضع اللي كانت موجودة على زمان سليمان.
ومنذكر إخوان أن التحالفات